بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي، تفسير سورة بني إسرائيل وهي مكية، الآيات من 1 إلى 10. تابعونا ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الآيات. ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأنه له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أن أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء، فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض الله عليه الصلاة 50، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 55 بالأجر والثواب. وحال من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار تكميله لعبودية ربه. وقوله الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. الآيات من 2 إلى 8. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الآيات. كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا وآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم
ولا يتعلق بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. ذرية من حملنا مع نوح، أي يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لابد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم. وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما، أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما، أي إذا وقع منهم ذلك الإفساد، بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي شجاعة وعدد وعدة. فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم وجاسوا خلال دياركم فهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار، إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم وأمددناكم بأموال وبنين، أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم، وإن أسأتم فلها، أي فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض، سلطنا أيضا عليكم الأعداء ليسوءوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم، وليدخلوا المسجد الحرام كما دخلوه أول مرة. والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، وليتبروا، أي يخربوا ويدمروا ما علوا عليه تدبيرا، فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم، عسى ربكم أن يرحمكم فيديلوا لكم القرة عليهم. فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي فقال: وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم. فعادوا لذلك، فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم. فهذا جزاء الدنيا، وما عند الله من النكال أعظم وأشنع. ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير، ومن نظر إلى تسليط الكفر على المسلمين وظلمه عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم،
وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مكن الله لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. الآيات 9 و10: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة، وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة، وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحق بها النذارة، وهو ضد ذلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.